معاك الكابتن طارق طلعت مدرب العاب قوه بطل مصر في 1500 متر و 800 متر و 2 كيلو موانع في 2004 و 2005 و 2006 وده المقر الاساسي بتاع شركه العدائين الفراعنه. ومرحب بكم في شركه العدائين الفراعنه وده المقر الاساسي بتاع الشركه العدائين الفراعنه. ممكن تخشوا اهلا بيكم في شركه العدائين الفراعنه الكبار، وانا اسمي صلاح المنوفي سكرتير الشركه. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الكابتن طارق طلعت مدرب العاب قوه وكان بطل مصر في 800 و 1500 متر و 2 كيلو موانع، وانا عضو مجلس الاداره على شركه العدائين الفراعنه. شركه دي شركه العدائين الفراعنه بتنظم انتخابات 5 كيلو و 10 كيلو و 21 كيلو و 42 كيلو. واحد هنا في الشركه وفي مقر الشركه الاساسي. مقر الشركه هنا زي ما انتم شايفين الدفاتر دي، ده دفتر عضو مجلس الاداره، تمام؟ ده دفتر الجمعيات وده دفتر الرجال زي ما انتم شايفين كده. واحنا بنتكلم هنا الشركه وكل الزائرين اللي خارجين واللي بره مصر واللي جوه مصر. الشركه بتتكلم انا اسم مقر الشركه، الشركه اللي عندنا الفراعنه. احنا عندنا الحمد لله كمان مره اربع شركات دوليين. اول حاجه 5 كيلو و 10 كيلو و 21 كيلو و 42 كيلو. دول كان من الاتحاد الدولي، احنا دول غاز من الاتحاد الدولي. واحنا هنا في الشركه بنعمل دعايه للشركه. احنا بنجينا الحمد لله ناس من جنوب افريقيا والسودان ودول كل من الدول العربيه، ان شاء الله الحمد لله بيجوا ناس كثيره من الدول العربيه. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم كابتن ايمن طلعت مرافق عام لشركه العدائين الفراعنه الرياضيه. وشعار الشركه التميز شعارنا والابداع نمط حياتنا والنقد لمصر والعرب مدى كله. وتحيا مصر. وتحيا مصر.